ألم نقلها لكم من قبل كما قالها الفندم إبراهيم جلاب أننا من صدري المريس سننطلق؟ تعرفون كم عبوة أحطتم التهامي بها وكم لغما فرديا زرعتم حوله وأسفله؟ ظنا منكم أنكم في منعة وحصن فداسها أبطالنا وانفجرت وانهزمت أمام صلابتنا وأمام عدالة قضيتنا. فازرعوا كل الأرض ألغاما فأنتم لا تحبونها، ثم ازرعوها ما شئتم فإنا قادمون إليكم. التهامي سنحرره وسوف تطئ أقدامنا أعلى ما في جبل ناصة، وسنستنشق الحرية في جبال كنة والمعصر وجبل الشامي، وسنعتلي مضرح وسنمر شامخين من جبل ثعيل، وسنتناول الطعام فوق مرحوبيته الحقب، وسيرفرف العلم خفاقا في حصن الحقب. أقدامنا ستسلم على كل صخرة في وادي السيل والمخطة وكرش. سنتوضا من ماء بيت اليزيد ونصلي في جامع مجرد والمريسي. سنقيم الاحتفالات في دار القرآن والعروض العسكرية في المعهد المهني. سيجتمع الشعب في جولة جبن وننصب تذكار النشهداء في قلبها وفي أعلاه يرفرف علم ألوانه ثلاثة، يعلوها دم الشهداء ويتوسطها لون السلام المدفوع ثمنه مقدما، وأخيرا سواد كسوادكم وظلمكم وقهركم. سيرفرف وكأنه يلقي لنا تحية الاحترام ونحن نردد النشيد الوطني أمامه، ثم نقرأ فاتحة القرآن على أرواح الشهداء. سيغني أيوب طارش واهتفوا للشعب، إن الشعب أولى من يجلوا. سنسعى لأن يكون العدل خلفا لظلمكم والتواضع خلفا لكبركم والتعليم لنمحي جهلكم. سنؤوي من شردتم، سنزرع 10 شجرات مكان كل لغم زرعتم، سنمسح على رأس كل طفل يتمتم. وأخيرا يا أحبابنا والمستضعفين، سنوصل إليكم النصر ولن نهتم إذا ما كنا لن نشارككم الاحتفال به. الله أكبر لله الحمد، الله أكبر لله الحمد.